بالطبع، ومن الواضح جدا أن الأخبار والصحفيين هم من يقومون بنقل الأخبار، ولذلك الدكتاتوريين دائما ما يقومون بقمع هؤلاء الصحفيين من أجل قمع الحقيقة. وبالطبع في الموقف، في هذا الموقف، إن هذه الأمور خطيرة جدا عندما نتحدث عن الصحافة. ومن الواضح جدا أن سوريا قامت باحتلال المرتبة الأولى في قمع الصحافة، وكانت حتى تفوق أكثر من 177 دولة كانت على قائمة الدول التي تقوم بقمع الإرهاب، آسفة، الذي تقوم بقمع الصحفيين والصحافة. ولذلك حافظ الأسد بدأ ذلك منذ زمن بعيد، وأعتقد أن بشار الأسد يقوم بعمل ذلك سواء كان ذلك داخل الدولة أو خارج الدولة. وأيضا ما يحدث في سوريا في الوقت الحالي يجعل الجميع يخاف جدا على الصحفيين بسبب ذلك النظام.